في أول كلمة من اغتيال أمين عام حزب الله، اتهم نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم الولايات المتحدة بتقديم الدعم المفتوح لإسرائيل. تساند أمريكا إسرائيل بكل إمكاناتها في المساندة، وتشاركها في مجازرها بالدعم المفتوح عسكريا بلا حدود، وكل أشكال الدعم الذي تقدمه إعلاميا وثقافيا وسياسيا وبكل المعايير. إذا اعتقدت إسرائيل أن يدها المفتوحة دوليا وتصميمها على الوحشية والعدوان سيحقق لها أهدافها فهي واهمة. كذلك أكد نعيم قاسم استمرار حزب الله بأهدافه ومتابعة منظومة القيادة والسيطرة وفق النهج الذي رسمه حسن نصر الله. حزب الله مستمر بأهدافه وميدان جهاده، وستتابع منظومة القيادة والسيطرة والمجاهدين ما كنت تتابعه أيها الأمين بالدقة نفسها وبالخطوات التي رسمتها، وقد تابع الإخوة عملهم كنتيجة للهيكلية المنظمة التي أسستها والتي تتابع في أصعب الظروف، والخطط البديلة التي وضعتها للأفراد والقادة البدائل نحن نتعامل معها والجميع حاضر في الميدان. وبشأن خليفة نصر الله، قال نعيم قاسم إن الجماعة حاليا تتابع القيادة بحسب هيكلية الحزب، مؤكدا أن الاختيار وملء للحزب في أقرب وقت لن يهتز الآن. نحن واثقون بكم يا أهل التضحية والفداء، نحن في مركب واحد، وإن شاء الله سنفوز كما فزنا في تحرير سنة 2006 في مواجهة العدو الإسرائيلي وعدوانه. النقطة الأخرى، نحن الآن نتابع القيادة وإدارة المواجهة بحسب هيكلية الحزب. في هيكلية الحزب يوجد نواب للقادة، ويوجد بدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان. وكل ما حصل أجرينا العمل اللازم لتحل البدائل مكان ما حصل كمشكلة. سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة، وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب. استهداف إسرائيل لحسن نصر الله سبقه عقدان من الاغتيالات السياسية الداخلية التي كان الحزب المتهم الأول فيها، فماذا عن استهداف الشخصيات البارزة في لبنان منذ 2004؟ لبنان، الدولة التي طالما جابتها الصراعات الداخلية بتأثيرات إقليمية، شهدت سلسلة مؤلمة من الاغتيالات السياسية منذ عام 2004، سلسلة من الاغتيالات استهدفت شخصيات بارزة طالت الاتهامات فيها حزب الله باعتباره لاعبا رئيسيا في هذه الأحداث. بدأت الأحداث في الربع الأول من القرن الجاري بمحاولة اغتيال الوزير مروان حماد أكتوبر 2004، وتلاها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في فبراير من عام 2005، الحدث الذي هز البلاد وأشعل ما اصطلح عليه اللبنانيون بثورة الأرز، ما أدى في النهاية إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد وجود دام ما يقارب 30 عاما. أنشأت الأمم المتحدة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وخلصت في النهاية إلى إصدار لوائح اتهام لأعضاء من حزب الله باغتيال الحريري. الحكم أثار جدلا واسعا داخل المجتمع اللبناني. بين عام 2005 و2007 شهد لبنان موجة كثيفة من الاغتيالات استهدفت مفكرين وسياسيين وشخصيات أمنية، كانت هذه الشخصيات
تنتقد النفوذ السوري وتقف ضد تنامي قوة حزب الله في الحياة السياسية الداخلية، ومن بين أبرز الضحايا المفكر سمير قصير والسياسي جورج حاوي والوزير بيرج ميل. هذه الاغتيالات بدت جزءاً من سياسة انتقل فيها الصراع السياسي من البرلمان والإعلام إلى استخدام التفجيرات لمعالجة التناقضات السياسية، ما أدى إلى زعزعة استقرار المشهد السياسي الهش في لبنان. ففي مايو من عام 2008 استعرض حزب الله قوته العسكرية في بيروت الغربية وجبل لبنان وعزز قوته، وبعد أن كان ينظر إليه كمقاومة تنشغل في العمل ضد إسرائيل وحررت جنوب لبنان، بات خصومه السياسيون في لبنان يرونه كقوة تفرض سيطرتها داخل الحدود اللبنانية. مع تعمق الأزمة الداخلية في لبنان وتصاعد النزاعات الإقليمية خاصة الحرب في سوريا ازداد العنف. عام 2013 اغتيل محمد شطح مستشار رئيس الوزراء سعد الحريري فيما راه اللبنانيون سيما خصوم حزب الله السياسيون جزءا من صراع أوسع مع حزب الله وحلفائه الإقليميين يعتبرون لاعبا رئيسيا فيه. الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020 زاد من احتدام الموقف في لبنان، ليتبعه في الأشهر التالية اغتيالات لشخصيات سياسية منها لقمان سليم، ما زاد من المخاوف من تصعيد العنف ضد المعارضين. اليوم يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق وجموداً سياسياً وازدياداً في غضب الشارع. الاغتيالات التي لا تزال بدون حل وبدون عقاب تواصل إلقاء ظلالها على أمال البلاد في السلام والسيادة، لكنها تتداخل مع سلسلة اغتيالات إسرائيلية لقيادات حزب الله، ما يثير أسئلة كثيرة حول ما إذا كان اغتيال أمين عام حزب الله سيزيد المشهد تعقيداً. لم يتبنى حزب الله يوماً تلك الاغتيالات، وأثر خصومه اللبنانيون اتهامه بالوقوف خلفها بهدف تعزيز نفوذه الداخلي، ما جعل الأمر نقطة خلاف عميقة قسمت المجتمع اللبناني عمودياً. علاقة حزب الله العضوية مع إيران عززت الاتهامات بأن ما يجري في لبنان هو جزء من سياسة إقليمية أوسع. معي من بيروت مراسلة الشرق مها حطيط، أهلا بك معنا مها. ومعي من القدس مراسل الشرق قاسم الخطيب، أهلا بك معنا قاسم. أبدأ معك مها، بداية استمعنا إلى بعض من كلمات نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والتي جاءت قبل ساعات من الآن، نريد منك أن تجملي لنا أبرز ما حظي باهتمام اللبنانيين، وأيضا كيف كانت ردود الفعل إزاء وعودي باستمرار الحزب في عمليات القتالية. بداية أنا أود أن أشير إلى أن الطيران الإسرائيلي المسير لا يفارق سماء العاصمة بيروت منذ حوالي الساعة من الآن، وهو على علو منخفض، يعني نستطيع أن نسمعه بوضوح يحلق فوق سماء بيروت. البارحة كان هكذا الأمر أيضا، حلق لساعات طويلة فوق العاصمة بيروت قبل أن يكون هناك ضربة في بلدة أو في منطقة الكولا في قلب العاصمة. بالنسبة لكلمة النائب أمين حزب الله يعني نعيم قاسم، هذه الكلمة جاءت بعد صمت دام أكثر من يومين من حزب الله إثر نبأ اغتيال أمينه العام حسن نصر الله. بحسب القراءات في لبنان، طبعا دائما القراءات في لبنان تكون متباينة، البعض وصف الكلمة بأنها أقل من المستوى المطلوب في هكذا ظروف. نتحدث عن حرب كبيرة تخوضها إسرائيل ضد لبنان، نتحدث عن مليون نازح، ونتحدث عن عدد كبير من القتلى ودمار هائل في القرى والبلدات، ليس فقط الجنوبية وإنما في البقاع وأيضا في الضاحية الجنوبية لبيروت. لذلك كانت هذه الكلمة أقل من المتوقع في ظل هذا الوضع غير المسبوق الذي يشهده لبنان. والبعض الآخر رأى أنه يعني لم يكن أمام نعيم قاسم إلا القيام أو القول بما قاله اليوم من تأكيد بأن حزب الله مستمر في يعني عمله، هو قادر على مواجهة كل الاغتيالات التي طالته عبر قدرته التنظيمية ووجود بدلاء لمن قتلتهم إسرائيل، وأن إسرائيل لن تستطيع النيل من قدرات حزب الله العسكرية. والأساس في هذه الكلمة هو هو
تأكيد حزب الله أو تأكيد نعيم قاسم اليوم على استمرار جبهة إسناد غزة، وهذه الجبهة التي بدأت منذ 8 أكتوبر وقال إنها مستمرة حتى هذه اللحظة ولن يتغير شيء بالنسبة لهذه الجبهة. وطبعا تطرق إلى موضوع يعني تعيين أمين عام جديد لحزب الله قائلا إن هذا الأمر سيحصل قريبا، وبحسب يعني البنية التنظيمية لحزب الله سيكون هناك أمين عام للحزب قريبا. هذه أبرز ما قاله يعني نعيم قاسم اليوم في هذه الكلمة التي جاءت كما ذكرنا بعد صمت لأيام من حزب الله.